كنت في نفس المكان وكنت لابس تيشيرت النادي الاهلي وجي جيل ورا منك، تحب توجه له كلمه ايه سريعا قبل مباراه النهائي المنتظره؟ طبعا يعني بتمنى لهم رب التوفيق ان شاء الله، وانا شايف ان دي فرصه ما تتكررش كتير. اي حد بيخرج بره النادي الاهلي عمر الفرصه ديت ما بتتكرر له، ده تاريخ ليك وحاجه هتضاف لاسمك ولتاريخك والتاريخ نادي الاهلي، وهتتسجل ان انت سنه كذا خدت بطوله كذا، ودي بطوله مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. فبتمنى ان شاء الله ان هم يبقوا على قد المسؤوليه ويقدروا ان شاء الله يحققوا البطوله اللي غابت 7 سنين. فان شاء الله باذن الله انا شايف ان الجيل قادر ان هو باذن الله يحقق، وان شاء الله باذن الله حاسس ان يعني الموضوع ان شاء الله مش صعب ان شاء الله باذن الله. ما كناش ابدا قريبين زي ما احنا قريبين المره دي، كل التوفيق لفرقتنا. دي بقى البصمه وده التاريخ الكبير اللي بيسيب كل لعيب لابس تيشيرت النادي الاهلي. نتمنى كل التوفيق لابطالنا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ابو مجد على تشريفك هنا في السادسه.